رئيس النهارده كان وانا بحيي زملاء في موقع صدى البلد كانوا في سيده مصريه سيده كريمه جاد الرب سيده كريمه كانت واقفه قدام مجلس النواب وقت دخول الرئيس وقعدت تنادي وتنادي يا ريس يا ريس وابني وعندها مشاكل وابنها وزملائنا خدوا كلام الست وصوروا فيديو زميلنا محمد ابو النور اللي انا وبحيي كمان زميلنا احمد صبر وكل الزملاء في موقع صدى البلد لانه هذا الفيديو طبعا في حد كان واقف جنبها قال لها خلاص الرئيس مشي ولا حد هيعبرك عايز اقول لحضراتكم مجرد ان علم الرئيس بهذا الامر كلف اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس وجرى اتصال مع السيدة كريمة وغدا ستكون السيدة كريمة في مقر رئاسة الجمهورية لحل مشكلة ابنها ابنها عنده مرض خطير بتلف مش لاقي حد استنجدت بالرئيس وصل صوتها للرئيس واستجاب الرئيس بقول لحضراتكم غدا هتكون في مجلس النواب عشان يحل هذا الم